والاضطراب في الصناعة بيخلي الاجتماع بالخبراء على مجال العالم والتشاور مهم جدا جدا. بكرة في جلسة على الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. أنا دعيت زملائي الوزراء، وزراء البترول ووزراء عايزين نوضح بس للمشاهد معالي الوزير، الأسميدة النيتروجينية دي عبارة عن إيه والأخضر؟ يعني مهم إن هو يبقى فاهم هذه المصطلحات. مبدئياً هي غاز وبيطلع منه المشادر اللي هي الأمونيا. نعم. والأمونيا بيضاف يعني بيحصل لها عملية تحويلية عشان تطلع اليوريا. الأمونيا ليها استخدامات كثيرة جدا صناعية واستخدامات للأسمدة. فالأسمدة النهاردة بنقول إن سماد اليوريا ده يمكن أهالينا في الريف عارفينه. ده السماد الرئيسي في مصر وفي كثير من دول العالم يعني. فده معمول أساسا من الغاز. بعد كده في حاجة اسمها نترات المشادر. دي بتتعمل في العادة مش من الغاز وإنما من التحليل الكهربائي عشان نطلع نترات المشادر. دي برضو بتستخدم في مصر، بنستخدم تقريبا 4 مليون طن يوريا، وبتستخدم نترات مشادر حوالي مليون طن. ده استهلاكنا كله في مصر. فالفلاح هيبقى عارف اللي انا بقوله ده، والمشاهده هو ادي عارف بتتكلم على انه ان احنا بنحول الغاز الى منتج عالي القيمه. بعض بيخش في السماد وبعضه بيخش في صناعه المتفجرات. يعني القيمه المضافه دي اقصد مردودها افضل طبعا بمراحل. هو يعني بيبقى افضل كتير ان احنا نحول الغاز بتاعنا الى منتجات يا اما بتروكيماويات يا اما اسمدة. النهارده الاجتماع مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، في جلسه نقاش حواريه بكره فيها خبراء من العالم. انا شخصيا هروح احضره لان عايز اتعلم اكتر ونتشاور في المستقبل ونشوف الخبراء العالميين بيقولوا ايه ونناقشهم. حاجة مهمة جدا يعني أعتقد أن ده مهم في ظل ما يحدث من مستجدات لحظة بلحظة الآن في العالم. أنه قدام يا فندم إحنا قريبا جدا هيبقى اللي إحنا بنصدره النهاردة هيبقى نجد صعوبة كبيرة في تصديره. وبتكلم قدام، أنا بتكلم كمان 3 سنين يعني مش كمان 20 سنة. فلابد نحن نعد نفسنا. إحنا في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية اللي هي عندها مصانع الأسمدة